إذن طبيعي إنه المنتخب الإنجليزي يتأهل، لكن المنتخب الأمريكي أنا عجبني أداؤه. تحس إنه المنتخب الإنجليزي شياطين جري، عفاريت جري الحقيقة، وفي سلوك محترم جدا حتى بعد المباراة في مواساتهم لعيب المنتخب الإيراني، يعني داخل الملعب وخارج الملعب. أعتقد الحقيقة إن الماتش ده عدى على خير، كانت الناس كلها بتتكلم إن الماتش ده هيبقى فيه مشاكل وزق وخبط بتاع الماتش، جيم كورة عادي جدا وخلص. الميزة يا كابتن في منتخب أمريكا إن هم أولا عندهم دفاعات بدنية قوية جدا، منتخب عنده قدرة يعني الورك ريت بتاعهم تحس إن هو ما شاء الله ما بيتعبوش، بيجوا كتير جدا، وعنده لعيبة وعناصر كويسة جدا، بوليزيتش وديستو وماكيني، ولعيبة بتلعب في أكبر الدوريات، وخلي بال حضرتك في لعيبة كتير بتلعب فولهام في الدوري الإنجليزي. ده نواة هو منتخب كندا بيستعدوا ل 2026 اللي هتتلعب عندهم. نعم. فمنتخب امريكا ده الراجل ويا ابن جورج ويا ده وسريع جدا، شفت الجون اللي جابه اتلغى النهارده، عنده طريقه غريبه جدا فرش الكره بوش رجله زي الجون اللي جابه بالظبط، لعيب جدا وسريع سايد بركبه، تخيل ده بركبه بالظبط. لكن اللعيبه دي اعتقد المنتخب ده لو مع شويه تطور مع المواهب اللي هتكمل معاه على 2026 هيبقى قوام كويس جدا، ومنتخب قوي وعلى فكره منضبط جدا تكتيكيا، بيلعب كره حلوه. الجون مثلا اللي جابوه الاول هايل، ماكيني بيحط الكوره ديست بيفتح على الاخر وبيحط الكوره بالعرض لبوليزيتش بيحط الجون، استخدمهم لاطراف الملعب كويسه جدا، ومن المنتخبات اللي بتلعب كوره متطوره. طيب جدا قبل ما نروح لفاصل، هل انتهى دور السنغال وامريكا في المونديال ولا ما زالت المفاجآت وارده؟ لا طبعا لازالت البطوله دي بطوله مفاجآت، ما تقدرش تحكم فيها على حاجه. منتخب السنغال عنده منافسه قويه قدام منتخب انجلترا، ماتش مش سهل ابدا، ولكن انت بقى انا وجهه نظري ان المنتخبات الافريقيه احنا وصلنا دور 16، العب براحتك، شيل من نفسك الضغوط. انت النهارده كسبت هتعمل مفاجاه جباره، ولما خسرت ما حدش هيقول لك حاجه، انت بتلعب ضد منتخب انجلترا، منتخب دايما مصنف، منتخب دايما مرشح حتى لو الناس ما تقتنعش بادائه. واللعيبه دي مش غريبه على بعض، انت عندك كوليبالي وعندك مندي وعندك لعيبه تقدر تنقل. طيب. تكسر الرهبه دي. طيب ده بالنسبه للمنتخب السنغالي. المنتخب الامريكي امريكا وهولندا نعم. انا بشوفه 50-50 50-50